انا جباك يا ولدي. خاطي الزهره خاطي الزهره انا شاكي خاطي الزهره خاطي الزهره خلاص. ايش بيها عمي انت مريتها؟ مجوز انا شكون انت؟ هذه مجوز مريت انا. حول ولا قوه الا نظم مدام نظم ربي يهديك يا اخي. واحد ما يدخل هذه ما يدخل واحد ما يهدر معاك. امي هذا مريض هذا تقي الله في نفسك يا اخي محبول انا مريض انا بهذه الطريقه انا مريض انا لا حول ولا قوه الا بالله كيفاش هذه ماك هذه ايش بيك ما درت لها والو خويا كيفاش طبعتها قدامنا كتقول لي ما درت لها والو كيفاش طبعتها قدامنا احشم تحشمش منا احشم من الله سبحانه وتعالى احشمش من المود فعاو درت لي تبهدل جابتني بلاطو لهنايا قدام الغاشي هاكي تنوحي توكل يا ربي صدق صدق غير نصرفها جبدو جبدو هنا كيفاش هذا انسان اسمح لي اسمح لي خليها عيط لي اسمع اسمع حبيت تضرب معي ماك تضرب معي انا يخرج نضربه برا نضرب معك نخرج نضرب معك مريض انت تضرب يمك انت مريض انت نضربك ما تقدي لي والو نضربك ما تقدي لي والو ماشي مربي انت والله ما مربي انت والله ما تقدر حتى الواحد انت واش دخل في راحك واش دخل هذه يمانا كاع هذه يمانا كاع نديها تعيش عندك نديها ومن بعد والله غير نديها والله غير نديها معايا يا ها نديها انت اديها تعيش عندك تقلقيش راحك يا اما ما تقلقيش راحك نسرفق راك ضربني ضربك ضربك نروح نضرب هيك ضربك ضرب 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 معك وين تحب ما تقضي لي والو سمحت لي والو ما تقضي لي والو تهضرش معاه واش زعما كنت جد مزا يا واش دخل في روحه بصح علاش غير هو اللي دخل روحه عيب واش راك دير عيب عيب واش راك دير احشم على عرضك ما تدخلش روحك دوك نجي نضربها قدامك ها روح دوك نجي نضربها قدامك وما تقدر لي والو ها روح توشيا نجي نتوشيا ما تقدر لي والو ها روح ها يروح نجي نضربها نجي واش زعما انا انت عندك دروات انا عندي قوش ها روح دروات توك واش ها يروح ها روح يا الاخ ربي يهديك شو نحن نحسب الخمسة ما تبعدوش نصدم ديرة قل له طفي كاميرات وروح شو والله غير نطف نحسب الخمسة اقسم بالله بالضرب ديكو تيزو دوكا اسمح ديكو تيزو اي ادم خوف لا هذا شو فيه نضربكم كاع كيما انا اي لا ولا قوة الا بالله واحد ما يدخل روحه مستفقها انا لا كضيف تاعي انت كضيف تاعي ما حبش تتبعني تبعني تبعني تحامر لا ما تحامش لا لا تحامر عيب اروح اصبر 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 هذا ما يكون يقعد في البيت مسكين وعلاه راح يضربني نضربك لا لا اضرب 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 لا 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 اضرب اقسم بالله غنضرب اضرب اروح على تهرب على تراجل على تهرب لا لا اشطال ننسى اشطال ننسى اشطال ننسى اصبر كم يا راكوش كم يا راكوش انا يضربك كم يا راكوش ما شدوليش هكذا كل حب المديرة خليه يضربك انت مخدوم في الموسيقى براهو يزوم يعطيك الصحة والله الله يحفظك اعطوني ثقة حارة كبيرة جدا على الحمد لله فيها بالضبط طيب يا كريم انت بدو من بلاصتك يا اروح اروح كوميديان اعطيك ساعة شيخ بارك الله فيك اروح شيخ بارك الله فيك بارك الله فيك على بالك جامي درت هاد التصرفات هاد مضروب الحال هذيك تضرب اه نضربه والله نضربه ايه اه ما يدناش المراك لا عيب سكتوا انها الام تاع واحد من يمارس لا يعني بتشوف الام يعني ما تقدرش ايش رايك في الكونسيبت؟ والله ما رسالة لا رسالة كما يقول لك شو اللي ما احكي لي ستادير راكو تعالجوا واحد المواضيع اللي صايره في الجزائر صح صح الناس راهي تبعت من مالها هكذا وصح يضربوا مالهم وصح يرموا مال وهذا عيب عيب كبير في دوله اسلاميه وحنا الجزائريين عندنا هذيك الشرامه عندنا هذيك ما نقدروش ما تقدر مهما يكون يخط لك خط احمر صح تتعدى على كل شيء بصح ما تتعداش على الامور الام تقعد ام والاخ يقعد اخ والاخت تقعد اخت لازم يكون احترام متبادل وزيد قبل كل شيء كاين الله سبحانه وتعالى ما ربي احنا ما ربينا الدين يا سبحان الله يا اخي الله قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك جئت لاتمم مكارم الاخلاق دونك اللي ماشي مربي اللي ماشي مأصل هو اللي يدير هكذا صح فهمت صح.
وانت باك زيت الله يحفظك شيخ. الرساله اللي توجهها للجمهور الجزائري والله نقول لكم تهلاو في الاهل تاعكم وتهلاو في الامهات والاباء تاعكم واحترموا بعضكم بعض وربي ولادكم مع التربيه الحسنه والتربيه كما يقول لك الطيبه باش هما يكونوا المثل هما يكونوا المستقبل لان احنا مسلمين واحنا جزائريين ان شاء الله نقولوا رمضان مبارك وان شاء الله يجينا بالخير والبركه ان شاء الله وسماح سماح سماح بيناتنا وسماح كما يقول لك لازم تسامحوا مع بعضنا بعض الجيران ولا مع الحمد لله كما يقول لك هذه الرساله هذه راهي عالميه عالميه لان هذا اليوم الحمد لله ربي اعطاني هذه الفرصه باش نكون فوق هذا المنبر باش نقول ما بالك في لحظه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تكلموا معاه الصحابه قالوا الرسول شكون هاد انسانك بشرته من الجنه كيفاش ما يصليش معنا دي فوا يتاخر قالوا هذا الانسان كل ما يرقد يسامح كل الناس يا سبحان الله القلب هو الصح دونك احنا ان شاء الله كما يقول لك ان الله ينظر الى قلوبكم ولا ينظر الى وجوهكم بارك الله فيك شكرا لك بارك الله ورد بالك حفظكم ردوا بالكم